السلام عليكم طلاب، أنا أيهم حسين، وإن شاء الله اليوم راح نشرح اللكتشر الأول من السيشن الخامس من موديول الـ MGD. هذا اللكتشر اليوم عندنا بعنوان الجين ترانسكريبشن. بهذا اللكتشر راح نتطرق أكثر شيء لعملية الجين ترانسكريبشن وشون تصير وشنو خطواتها. طبعا المحاضرة هاي يحتاج لها تركيز وبها معلومات هواي، فلهذا راح تشوفون يعني أكو أشياء أعيد بها أكثر من مرة حتى أحاول قدر الإمكان أثبت المعلومة. أول شيء بهاي المحاضرة رح نذكر بعض المعلومات والملاحظات الأساسية اللي رح نحتاجها قبل ما نبدي بعمليات وخطوات الترانسكريبشن. فخلينا نشوف أول شيء شنو الليرنينج أوبجكتيف مال هذا اللكتشر. أول شيء رح نتعرف على الجين، شنو هو الجين، من شنو يتكون وشنو وظيفته. ثاني شيء رح نشرح عملية الترانسكريبشن ووظيفتها، شنو أهمية الترانسكريبشن وشون تصير. وراح نعدد الرياكشنات اللي تصير، اهم الرياكشنات اللي تصير بعمليه الار ان اي ماتوريشن اللي تصير باليوكاريوت، وراح نشرح اهميتها وشنو فائدتها بالجين ترانسكريبشن. وايضا راح نتطرق للتاثير اللي يسوي لها بعض الطفرات الوراثيه على الجينات، وراح نتطرق ايضا شلون بعض الطفرات الوراثيه اللي تصير خارج الكودينج ريجن ايضا راح تاثر لي على الجين اكسبريشن. فخلينا نبدا. اولا شنو هو الجين؟ الجين هو الفانكشنال يونت اوف هيريديتي، وحده الوراثه الاساسيه، الوحده الاساسيه مال الوراثه. من شنو يتكون؟ يتكون من سبيسيفيك سيكونس اوف نيوكليوتيدز، معناها شنو؟ النيوكليوتيدات مرتبات بطريقه معينه. فوين يكون الموجودات هذه؟ يعني موجودات في مكان معين في كروموسوم معين. شنو معناتها؟ انا عندي بالجسم 23 زوج مال الكروموسومات، فخلينا ناخذ اي واحد من هذين الازواج مال الكروموسومات. كل كروموسوم بي عشرات الالاف من الجينات، اذا موجود في يعني موجود في مكانات معينه في هذا الكروموسوم. اذا الجين يكون موجود في مكان معين من كروموسوم معين من الكروموسومات اللي عندي. شنو وظيفته؟ codes for specific protein or RNA molecules، يشفر لي ويعطيني الشفره مال بروتين معين او RNA molecules. هذين الاشياء احنا نسميهن جين برودكتس، نواتج الجين. احنا قلنا هذا الجين راح يشفر لي البروتين او RNA molecules. زين شلون راح تصير عمليه التشفير هاي وشلون جاي يشفر لي؟ خليني نجي نشوف. عندي هسه هذا جين، عندي مكون من شنو؟ نيوكليوتيدات طبيعي مرتبات بترتيب معين، مثلا عندي A T C G G C، وطبعا هي تستمر طويله هي. خليني نجي الشفره هي عباره عن لغه. خليني نجي احنا نعرف شنو قواعد هاي اللغه. أنا عندي كل وحدة من هذين البيزز راح تمثل لي حرف في هذه اللغة، وكل ثلاث حروف شوية راح يمثلين لي كلمة، هاي الكلمة راح نصيح لها كودون. إذا كل واحد من هذين البيزز راح يمثل لي حرف، كل ثلاث حروف شوية يمثلين لي كودون اللي هو عندي كلمة. إذا وعندي كل مجموعة كلمات، يعني شنو مجموعة كودونات راح يسوون لي الجملة. الجملة هاي هي البروتين اللي تساوي لي البروتين اللي أنا أحتاجه. شنو راح تسوي لي هذا البروتين؟ مثل ما أخذنا بالسيشنات بالبداية، البروتين يتكون من مجموعة من الأمينو أسيدز مرتبطة كل واحد بالثاني. فأني أجي كل ثلاث حروف قلنا تسوي لي الكودون، هذا الكودون يمثل لي أمينو أسيد معين. كل مجموعة كودونات معناها شنو؟ مجموعة أمينو أسيدز واحد مرتبط بالثاني راح إذا شو يسوي لي؟ بروتين اللي هو أمينو أسيدز واحد مرتبط بالثاني. فمسألة وقع القلم، مسألة بسيطة. عملية الجين إكسبريشن هي البروسيس اللي من خلالها أني أسوي ترانسفورمينج للجينيتك إنفورميشن إلى فانكشنال برودكتس. يعني من أني عندي معلومة وراثية مخزنة بالدي ان اي، هاي ما اقدر استفاد منها، هي عبارة عن مجرد معلومة وراثية. انا اجي اسويها جين برودكت الى بروتين او ار ان اي موليكيولز بارتيسيبيت، تشتغل ببروسيس معينة بالسيلز. يعني مثلا خل اضرب مثال، انا عندي صورة بالموبايل اريد اعلقها على الحائط، فما اجي بسمار وادق الموبايل بالحائط، لا، راح اودي الموبايل راح اودي الصورة للطابعة تطبع لي اياها واعلق الصورة النهائية بالحائط. فأنا حولتها من مجرد صورة مخزونة بموبايل إلى صورة حقيقية مطبوعة أعلقها على الحائط. نفس المسألة هنا، أنا عندي معلومات وراثية مخزونة بالدي إن إيه، أجي إذا أريد أسوي بروتين مثلا أجي عن طريق الإم آر إن إيه أسوي لها ترانسكريبشن إلى بروتين معين، هذا البروتين هو اللي راح يشتغل بالخلية ويسوي شغل وفائدة معينة. فخلينا نجي نشوف، مثل ما قلنا الدي إن إيه يتكون من مجموعة من الجينات، أنا عندي نوعين من هاي الجينات، نوعين من الجينات. النوع الأول اللي هو البروتين كودينج جينز، طبعا أعدادهن اللي هي من 20 إلى 25 ألف جين.
هاي شنو وظيفتها؟ هي طبعا تحمل لي شفرة مال كل البروتينات اللي أنا أحتاجها بالجسم، تحمل لي هاي الشفرة، ولما أجي أنا أسويها ترانسكريبشن راح تصير لي ترانسكريبشن إلى mRNA. إذن وظيفة هاي البروتين أو هاي البروتين كودينج جينز راح هي اللي تحمل لي الشفرة الوراثية مال البروتينات الجسم كلها، وأيضا من أني من أجي أرد أسوي لها ترانسكريبشن راح تصير لها راح تصير ترانسكريبت إلى mRNA. فأنا هو مطين ملاحظات معينة، خلينا نجي نشوفين. أول واحدة يقول لك the DNA sequence coding for protein اللي هو الإكزون. وين ما أشوف أنا DNA sequence معناها أنا عندي مجموعة نيوكليوتيدات مرتبات بطريقة معينة، لأن كل ترتيب يعطيني نتيجة مختلفة. إذن هذا اللي مرتبات بطريقة معينة، هذا الترتيب يشفر لي البروتين. إذن يقول لك هذين السيكونس مال DNA اللي يشفر لي البروتينز اللي إحنا نصيح لهن إكزونز. شنو هو الإكزون؟ كمختصر أنا عندي هذا الجين مثلا، هذا الجين يتكون من عدة أجزاء، من ضمنها عندي أنا الإكزونز. هذا أنا عندي مثلا إكزونز، عندي الجزء الثاني إحنا نصيح له إنترون، هذين الإنترونز. شنو الفرق بيناتهم؟ الإكزون هو اللي يحمل لي الشفرة الوراثية اللي يشفر لي البروتين، يحمل لي الترتيب النيوكليوتيدات المعين هذا اللي أنا أحتاجه لصناعة البروتين. الإنترون لا، بيترتيب النيوكليوتيدات بس ما يشفر لي البروتين معين. إذن الإكزون هو اللي أنا أحتاجه، لأن هو اللي بيشفر الأساسية اللي أنا أحتاج حتى أسوي البروتين اللي أنا أريده. إذا أنا عندي DNA sequence اللي يسوي لي بروتين اللي أنا أصيح لها إكزون، تمثل تقريبا 2% من الشفرة الوراثية الكلية مال الإنسان، يعني النسبة كلش بسيطة. اللي هي شو تسوي لي؟ تسوي لي كودينج يشفر لي البروتينات اللي تكون مسؤولة عن الهيريتابل تريتس اللي هي شنو؟ الصفات الوراثية، مثلا لون العين، لون الشعر، الطول إلى آخره. منطيني هنا ملاحظة يقول لك أي ميوتيشن، أي طفرة وراثية تصير بهذين الجينات راح يؤدي لي الى تكوين بروتين ابنورمال. احنا كل بروتين الى يؤدي لي وظيفه معينه، لما يتخربط هذا البروتين ما راح يؤدي الوظيفه مالته بصوره طبيعيه بصوره صحيحه. اذا راح يسوي لي اما صفه مخربطه او ديزيز معين، لان البروتين ما جاي يشتغل، اذا ما راح يسوي وظيفته، راح يصير عندي ديزيز معين. اذا هذا هو النوع الاول مال الجينات اللي عندي، اللي هو البروتين كودينج جينز اللي يحمل لي الشفره الوراثيه مال البروتينات. النوع الثاني عندي أنا أنصح لي نون كودينج RNA جينز، طبعا عددهم غير معروف. إذن شنو وظيفتهم؟ راح يسوون لي other forms of RNA molecules. أنا عندي ال RNA بثلاث أنواع، عندي المسنجر RNA، ال mRNA اللي هو المسنجر RNA، وعندي ال tRNA اللي هو transfer RNA، وعندي ال rRNA اللي هو الريبوسومال RNA. الـ mRNA اللي هو أني أحتاجه عملية الترانسكريبشن اللي جاي أطرق لها هاي المحاضرة. الـ tRNA والـ RNA يفيدني وين يشتغلن؟ بالعملية الترانسليشن، هاي اللي أني راح أجيلها باللكتشر الجاي. إذن الـ non-coding RNA genes هن الجينات اللي مسؤولات عن تكوين الـ tRNA والـ rRNA اللي يعني يشتغلن بالترانسليشن. عندي هنا الـ Central Dogma of Molecular Biology. الـ Flow Mary Information ما من يكون بديهية، عندي معلومة مخزنة بالـ DNA راح يجي أنا أستنسخها للـ RNA بالـ mRNA، ومن الـ mRNA تروح لي لباقي أنواع الـ RNA حتى يصير لها Translation وتصير لي بروتين كامل. إذن الـ Flow Mary Information من الـ DNA للـ RNA إلى أن تصير بروتين. يعني مثل عندي بالماميليان سيلز، اذا انا اجي للبروتين كودينج جينز راح يصير الفلو مال انفورميشن موجوده بالدي ان اي، يصير لها ترانسكريبشن للام ار ان اي، الام ار ان اي يصير بترانزليشن بالريبوسوم او عن طريق الار ار ان اي والتي ار ان اي الى ان يكون البروتين النهائي. بينما النون كودينج ار ان اي جينز هذا اللي ما يسوون لي بروتين، لكن يسوون لي ار ان اي. اذا قبل من الدي ان اي يصير بترانسكريبشن يصير لي ار ان اي، سواء تي ار ان اي ار ار ان اي الى اخره. موضوع بسيط وبديهي. منطيني هنا شيء من يقول لك بالريترو فيروسز، هذا انا راح اتطرق له باخر المحاضره، راح اجي ارجع له حتى لا تنقطع معلوماتنا، لان راح نحتاج نشرح معلومات نستفاد منها بهذا، فراح ااجله الى نهايه المحاضره. عندي انا البروتين كودينج جينز من اجي اسوي لها اكسبريشن، راح انا عندي خطوتين مهمات. اول خطوه اللي قلنا عليها اللي هي ترانسكريبشن، اللي هو انا احول الجينيتك انفورميشن من البيس سيكونس ترتيب النيوكليوتيدات بالدي ان اي الى بيس سيكونس مال ار ان اي، من نيوكليوتيدات مال دي ان اي الى نيوكليوتيدات مال ار ان اي. شلون؟ عن طريق الار ان اي اللي انا اصنعه بالنيوكليوس.
النوع الخطوة الثانية الستيج الثاني أنا أعيد الترانزليشن اللي أحول المعلومات اللي أنا خذتها مخزنة بالأمارة إيه إلى لينير سيكوس مع الأمينو أسيد، إلى أمينو أسيد مربوطات واحدة بالثانية حتى يسوون لي بروتينز. طبعا هذا العملية تصير بالرايبوسوم اللي موجود بالسيتوبلازم. إذا أنا عندي تو ستيجز، الأولى اللي هي ترانسكريبشن أحول المعلومات الوراثية من دي إن إيه إلى إم آر إن إيه، والترانزليشن اللي هي تحول المعلومات الوراثية اللي إحنا نسخناها بالإم آر إن إيه يصير بها ترانزليشن عن طريق تي آر إن إيه والآر آر إن إيه يسوي لي يحوليها إلى لينير سيكونس مع الأمينو أسيدز، يعني شنو الأمينو أسيدز واحد مرتبط بالثاني حتى يسوي لي بروتين. هذه عملية طبعا قلنا تصير بالرايبوسوم بالسيتوبلازم. الريجوليشن أوف جين إكسبريشن منطيني معلومة يقول لك كل خلايا الجسم تحتوي على جميع انواع جميع البروتين كودينج جينز كلهم تحتويهن، بس شنو مو كل هذين الجينات متفعلات بكل الخلايا، يعني تقريبا 90 الى 95% من الجينات تكون مطفيه، الجينات اللي الخليه تفعلها وتستخدمها بس 5 الى 10% من كل الجينات اللي موجوده. ليش؟ يعني انا شلون اسوي نافع على كل جين؟ يعني مثلا انا عندي خليه مال كبد وظيفتها انه تسوي لي انزيمات معينه حتى تشتغل شغل مال خليه الكبد، زين انا افعل به الجين اللي يعطيني لون العين ولا لون الشعر، ليش؟ شنو المنطق من هذا الموضوع؟ ايش استفاد من هذا الجين؟ فاني اطفيه. هنا هو منطين نفس المثال، او مثلا عندي خليه المخ اللي هي خليه عصبيه تفعل الجين اللي يسوي لي يهضم لي الفود مثلا، يهضم لي الاكل، يعني هيك الخلايا راح تقعد تهضم روحها، راح استفاد من هذا الموضوع، فطبيعي اني اطفيه، استخدم فقط الجينات اللي انا احتاجها. هاي العملية مال احنا نشغل ونطفي الجينات نسميها جين ريجوليشن. وهنا انا اقول لك different cell types use different genes to express different proteins، معناها انا عندي انواع مختلفة من الخلايا، كل خلية تسوي وظيفة معينة، اذا راح تفعل لي الجين، يعني كل خلية من هذين راح تفعل لي جين يختلف عن الجين اللي يفعل باقي الخلايا، هذا الجين يسوي لي بروتين معين، طبعا هو يختلف عن البروتينات اللي تفعل لها باقي الخلايا، هذا البروتين يساعد يعني يشتغل الشغل مال هاي الخليه المعينه. نعيد، انا عندي انواع مختلفه من الخلايا، كل خليه لها شغل معين يختلف عن شغل الخليه الثانيه، اذا طبيعي الجين اللي راح تفعله راح يكون يختلف عن الجين اللي راح تفعله باقي الخلايا، بالتالي البروتين اللي راح تنتجه هاي الخليه راح يختلف عن البروتينات اللي راح تسوي باقي الخلايا، لان كل خليه لها وظيفه معينه وكل بروتين لها وظيفه معينه، فكل خلية راح تسوي البروتين اللي يخدم وظيفتها هي. ومنطيني ملاحظة هنا، أنا يقول لك some genes are encoded in all cells، معناها شنو؟ أنا عندي جينات متفعلة في جميع أنواع الخلايا، ماكو خلية تطفي. مثلا شنو عندي أنا؟ الجليسرول ديهيد 3 فوسفيت ديهيدروجينيز إنزيم، هذا الإنزيم يكون أساسي في عملية الجلايكولايسيس بالخلية، خذتوه تو ستيشن الأول أو الثاني، هذا الشيء أساسي، كل خلية تحتاج تسوي الـ ATP، كل خلية تحتاج جلايكولايسيس، فطبيعي كل خلية راح تفعل لي هذا الجين، يعني كلهم يحتاجون. تمام. ها هنا انا بهذا السلايد رجع يسوي لي مراجعه للستركتشر مال الار ان اي اللي خدناه بالسيشن الرابع. يقول لك الار ان اي هو بوليمر مال ريبونيوكليوتيدز كوفالنتلي لينكد باي فوسفودايستر 1، طبعا قلنا طريق الاتجاه الارتباط الكيميائي يكون من 3 برايم الى 5 برايم. وطبعا على عكس الدي ان اي اللي يكون مكون من شريطين، الار ان اي يكون مكون من شريط واحد، اتجاه هذا الشريط دائما يكون 5 برايم الى 3 برايم. وفد شوية نعرف شنو فائدته. وطبعا قلنا الفوسفودايستر بوند راح نقدر احنا نحطمها اما عن طريق بعض المواد الكيميائية او عن طريق بعض الانزيمات اللي احنا نصيح لها النيوكلييزز اللي هي بالذات يكون الرايبونيوكلييزز. هنا منطيني انواع النيوكلييز، عندي نوعين من النيوكلييزز اندونيوكلييز واكزونيوكلييز، طبعا هذا شيء مهم ممكن يجيك مقارنة بالفاينل او باي امتحان، فاحنا لازم نعرف الفروقات بيناتهم. الاندونيوكلييز يجي من الداخل يحطهم للخليه، يقول لك cut the sugar phosphate backbone within the sequence either non specifically or in a specific sequence، اما يجي يحطمها بترتيب معين هو بباله بترتيب مال نيوكليوتيدات معينه او لا على التعيين. اذا الاندونيوكلييز يجي طبعا هو من الداخل يستهدف لي اما سيكونس معين من النيوكليوتيدات او لا على التعيين قلنا. الاكزونيوكلييز يجيني من الاطراف منا ومنا. وعلى عكس الاندونيوكلييز الاكزونيوكلييز يكسرهن وحده وحده. هسه احنا بالاندونيوكلييز احنا قلنا يجي يقطع من يقطع منا هذا الجزء راح، يجي يقطع هذا يقطع لهذا هذا الجزء راح، فشي مجموعه النيوكليوتيدات قطعهن بوقت واحد. الاكزونيوكلييز لا، يجيهن من الاطراف وحده وحده يكسرهن، يقول لك ريموف وان نيوكليوتايد ات ا تايم فروم ذا اندز اوف ذا مولكيولز،
ام مايكروز، يعني سواء كانت 5 برايم اند او 3 برايم اند. إذن هاي أبسط الفروقات اللي تكون بين الإندونيوكليز والإكزونيوكليز. واحد يقطع مجموعة مجموعة ويكون من الداخل، والثاني يقطع عليها وحدة وحدة ويكون من الخارج، إما سواء يعني كان 5 برايم اتجاه 5 برايم أو من اتجاه 3 برايم. عندي الجين ستركتشر، شنو من شنو يتركب الجين؟ التيبكال يوكاريوتيك جين كونسيست أوف ذا فولوينج ريجنز. أول واحد عندي اللي هو الترانسكرايب ريجين، الريجين اللي راح يصير له ترانسكريبشن، راح اسوي له ترانسكريبشن للام ار ان اي. الريجين الثاني اللي هو الريجوليتوري ريجين، الريجين اللي هو ما راح يصير له ترانسكريبشن لكن هو وظيفته انه ينظم لي عمليه الترانسكريبشن. فخلينا نجي اول واحد اللي هو الترانسكرايب ريجين، يتكون من الاكزونز والانترونز اللي احنا شرحناهن بالبدايه، اللي هو طبعا يصير الترانسكريبشن للام ار ان اي، او ما نقول ام ار ان اي، نقول احنا بري ام ار ان اي، اللي هو ام ار ان اي الا شويه. يعني احنا عندنا الام ار ان اي، ورا ما نكمل راح نحط له شيء لمس مثل اللمسات الاخيره، يلا يصير ام ار ان اي نهائي. فهو الشيء اللي جاي اسوي انا اصيح بري ام ار ان اي، فهو هذا اللي راح يصير بهن الترانسكريبشن. الريجوليتر ريجن يتكون من بروموتر ريجن، انهانسر ريجن، وريبرسر ريجن. البروموتر ريجن هو الريجن مال البدايه، اللي هو هنا معناها ابدا عمليه الترانسكريبشن. الانهانسر ريجن هو وظيفته يسرع لي عملية الترانسكريبشن، وطبعا اكو شيء معاكس اذا اني اصيح السايلنسر ريجن اللي هو بالعكس يبطئ لي عملية الترانسكريبشن، وطبعا عندي الريبرسر ريجن اللي هو يوقف لي عملية الترانسكريبشن. هذا اللي مثل ما قلنا ريجوليت ذا ترانسكريبشن اوف ذا جينز، يسوون ينظمون لي عملية الترانسكريبشن. اذا فخلينا نجي نشوف هنا على الرسم، هذا عندي الترانسكريبشن ترانسكرايب ريجن والريجوليتر ريجن. هذا يكون من قلنا اكزونز وانترونز، اكزونز وانترونز. هذا انا عندي البروموتر ريجنز وعندي الانهانس الانهانسر ريجن الى اخره. فهسه اجي جاي احكي له عن الاكزونز. خل اجي اشوف الاكزونز، يقول لك كود فور امينو اسيد سيكونس اوف بروتين. الاكزون هو مثل ما قلنا اللي يحمل لي الشفره الوراثيه اللي تشفر لي للبروتين اللي انا اريده. يقول لك ويكون موجود طبعا بالام ار ان اي النهائي في الميجر ام ار ان اي. الاكزونز اني راح ارقمهن من الواحد، راح ابدي اعطيهن ارقام اني ابدي من جهه ال5 برايم اند. يعني مثلا هنا انا هاي جهه ال5 برايم اند، اقول اكزون 1 اكزون 2 اكزون 3 الى اخره. الاكزون الاول اللي يكون بجهه ال5 برايم اند يتكون من ريجنين، ريجن اسميه اني انترانسليتد ريجن، ايضا هو يكون ما يحمل الشفره، وريجن ثاني اسميه الكودينج ريجن اللي يبدي ويا الانيشيشن كودون. الكودون اللي هو الاي تي جي انا اسميه كودون البدايه، اللي يمثل لي امينو اسيد. هذا الامينو اسيد انا اصيح له الميثيونين. هذا الكودون هو الكودون معناه زر البدايه، معناه ابدا الترانزليشن. فهو بهذا الكودون يبدي ال5 برايم الاكزون اللي موجود بال5 برايم اند. الاكزون الاخير اللي يكون اخر اكزون اللي هو بجهه ال3 برايم اند، ايضا راح يتكون اولا من ريجن يكون كودينج ريجن يحتوي عليها كودونات. كودونات اسميهن الستوب كودون، اللي هنا تي اي اي تي اي جي وتي جي اي. هذين الكودونات هن يعتبرن زر النهايه، معناها هي كافي الغي عمليه انهي عمليه الترانزليشن، انا خلصت اللي عندي. هذين الكودونات من صفاتهن انهن ما يشفرن لي لاي امينو اسيد على عكس باقي الكودونات، فهو من يوصل لهنا بعد ماكو امينو اسيد بعد راح يوقف الترانزليشن. وعندي الريجن النهائي اللي هو يكون ايضا انترانزليتد ريجن بس يكون بجهه ال3 برايم اند. فنجي على الرسم هنا نشوف الكود الاكزون الاول بهذا الانترانزليتد ريجن وبالكودنج ريجن. هنا الكودون اللي يكون الاخير ايضا بكودنج ريجن وبانترانزليتد ريجن. الكودون اللي بالبدايه اللي بال5 برايم اند راح يمثل الليدر او نقول الراس مال الام ار ان اي، والنهائي الاخير طبعا راح يمثل لي الذيل مال الام ار ان اي نسميه تايلنج. هنا نعطينا ملاحظه يقول لك اي ميوتيشن نلقاها تكون بالاكزون سواء كانت فريمش او شيفت ميوتيشن الى اخره راح تؤدي لي الى ابنورمال بروتين، وهو شيء طبيعي يعني لان الميوتيشن بالاكزون راح تاثر لي على الكودونات. يعني مثلا انا عندي اي سي اي جي سي، هاي الجي تتغير تصير سي، راح يسوي لي امينو اسيد ثاني، راح يعطيني بروتين ثاني او يخرب لي شغل البروتين اللي انا احتاجه. هنا منطيني ملاحظة يقول لك الميوتيشن اللي يصير بالإكزون راح تؤدي لي إلى أبنورمال بروتين، وهو شيء طبيعي لأن الإكزون هو اللي راح يسوي لي البروتين. فأي ميوتيشن راح تصير بالإكزون راح تسوي لي بروتين مخربط ما راح يشتغل عدل.
نجي للجزء الثاني اللي هو بالترانسكرايبد ريجن اللي هو الانترونز. الانترونز يقول لك دونت كود فور امينو اسيد، مثل ما قلنا ما راح يشفرن لامينو اسيد، وراح نوخرهن يصير بيها سبلايست، نوخرهن من الميجر ام ار ان اي ما نحتاجهن. وهنا قايل لك ايضا ايتش انترون، كل الانترونات دائما تبدا وتنتهي بشيء احنا نصيحه الكونسنسس سيكونس. شنو هاي؟ نجي لهنا نشوف هذا الانترون اللي عندي من جهه الفايف برايم، ما تبي شيء نصيحه للسبلايس دونر او سبلايس دونر، والجهه اللي تكون 3 برايم راح نصيحه احنا سبلايس اكسبتر، هي عباره عن سيكونس. الدونر راح تكون جي سي جي تي عفوا، والاكسبتر راح تكون اي جي. هذا يفيدنا ويساعدنا بهواية، ومن ضمنها عملية السبلايسنج اللي يعني حتى أعرف من أقص الإنترون حتى ما أأثر على الإكزونات الباقيات. وهنا طبعا قايل لك أي ميوتيشن تصير بالسبلايس سايت مال الإكز مال الإنترون راح تسوي الأبنورمال بروتين. يعني مثلا أنا بدل ما أجي أريد أقص الإكزون منه وأقصهم منه هذين مثلا وأشيلهن، يجي راح يجي يقص إكزون الثاني وياهن، فجي راح يكون عندي إكزون كامل ناقص من الأمارة ماتي، فطبيعي راح يسوي لي أبنورمال بروتين. نجي يقول لك الترانسكرايبد ريجن راح يبدأ وبيز تكون البيراميدين أدينين بيراميدين. شنو معناها؟ معناها عندي أنا بيراميدين سواء كانت سي او تي الدوره اي اللي هي الادينين، الدوره ايضا بيرميدين سواء كانت سي او تي. هذا الشيء يقول لك راح سيرف از ستارت سايت، هو الشيء اللي من عنده انا راح ابدي عمليه الترانسكريبشن اللي هو بالرسم عندي انا، من هنا راح ابدي عمليه الترانسكريبشن من هذا الريجن. وانا صاعد راح ابدي ارقم النيوكليوتيدات من الواحد الى اخره، وراح اعطيهن الرقم الموجب. يعني مثلا انا عندي هسه النيوكليوتيد موجب واحد اللي يتمثل لي اول نيوكليوتيد راح تكون موجوده ضمن الشريط البري ام ار ان اي اللي انا جاي ابني. فاحنا شو نقول؟ النيوكليوتيد اللي تكون ورا الستارت سايت راح تكون ترقيمها موجب، وراح نصيح لها نعطيهن تسميه نصيح لها الداون ستريم اللي هي تكون باتجاه ال3 برايم. بينما النيوكليوتيدات اللي تكون قبل الستارت سايت اللي ما راح تكون موجوده بالستراند مال البري ام ار ان اي اللي جايبني، راح ايضا نعطيهن ارقام بس نعطيهن الاشاره السالبه اللي معناها هاي ما راح تكون ضمن الستراند اللي انا جايبني. وهذا الاتجاه اللي تكون به النيوكليوتيدات السالبه راح اسميه الابستريم اللي يكون باتجاه الفايف برايم اند. اذا الترانسكرايبد ريجن من الستارت سايت وانا صاعد راح ابدي قلنا ارقم النيوكليوتيدات بارقام موجبه، معناها انها راح تبدي من اول نيوكليوتيد تكون موجوده ضمن الشريط البري ام ار ان اي جاي ابني، وراح اسمي هذا الاتجاه داون ستريم. بالاتجاه المعاكس لها النيوكليوتيدات راح اعطيهم الاشاره السالبه، وراح طبعا اسمي انا الاب ستريم اللي تكون ما هاي النيوكليوتيدات ما راح تدخل ضمن البري ام ار ان اي اللي انا جاي ابني. نجي للريجن الثاني اللي عندنا اللي قلنا هو الريجوليتر ريجن، الريجن اللي يسوي لتنظيم عملية الترانسكريبشن. أحد أجزاء هذا الريجن اللي هو البروموتر ريجن، هذا هو اللي نقول يسوي لي البداية، وين نلقى بالأبستريم اللي هو هذا. قلنا شنو وظيفته؟ لك regulate the transcription of the gene shown by determining the start point والfrequency of transcription. يحدد لي الستارت بوينت وين والفريكونسي السرعة مال الترانسكريبشن. شلون راح يسوي لي هذا الشيء؟ راح يسوي ليها عن طريق الكنترولينج ذا بايندينج اوف ار ان اي بوليميريز تايب 2، راح يتحكم لي بالارتباط مال الار ان اي بوليميريز تايب 2. والطفرات الوراثية اللي تكون بالبروموتر ريجن راح تسوي لي بطء بعملية البروتين سينثيسيس، ما راح توقفها بصورة كلية، يقول لك without completely abolished، بس راح تخليها بطيئة يعني بصورة ملحوظة، راح تقلل السرعة مالتها هواي. وطبعا البروموتر ريجن بأجزاء أصيحين مثلا التاتا بوكس أو الكات بوكس أو الجي سي بوكس. هذا شنو وظيفته؟ أنا أصلا شلون راح يجي البوليمراز يرتبط بالدي إن إي؟ خلينا نجي نرسم. أنا عندي هذا خلينا نقول الدي إن إي، هذا خلينا نقول انه هذا هو البروموتر ريجن. الار ان اي بوليمريز ما يقدر يجي قبل يرتبط هنا، فشنو اسوي؟ يجيني شيء اسمه ترانسكريبشن فاكتور، يجي هو يرتبط بالبروموتر ريجن. وين يرتبط؟ بهذني الريجن، يعتبر اللي هنا التاتا بوكس هذني شلون الريكوجنايزد ريجن، يجي الترانسكريبشن فاكتور يتعرف عليهن ويرتبط بهن. هذا الترانسكريبشن فاكتور راح يساعد الـ RNA polymerase type 2 على أنه يرتبط يلزمه دور يجي يشتغل على الـ DNA.
بهالطريقة هاي. إذا خلينا نجي نقرش قاعدين. يقول لك الداتا بوكس لوكيتد ابروكسيمتلي سعر 25 إلى 30 بيس بير بالأبستريم اللي هو هاي الجهة. وين موجود سعر 20 إلى 25 30 نيوكليوتيد. هذا هو الداتا بوكس. شنو شغله؟ قلنا يرتبط بالترانسكريبشن فاكتور حتى يدلل الـ RNA polymerase type 2 على الستارت بوينت الصحيح. يقول له تعال اشتغل هنا أنا. حتى يبدي انيشيشن صحيح. اي ميوتيشن تصير بالتاتا بوكس يجوز الRNA ما راح الRNA بوليمرز ما راح يندل من يبدي يجوز يبدي منها يبدي منها فتتخربط الوضعية. عندنا شنو الثاني؟ يقول لك الجي سيرج بوكس والكات بوكس لوكيتد ابروكسيمتلي بين سالب 40 الى سالب 110 بيز، يعني من سالب 40 الى 110 توصل كات بوكس وجي سي بوكس. شنو شغلهن؟ شغلهن انه determine how frequently the transcription events occur by binding. يحدد لي شلون الايفنتس اللي تصير بالترانسكريبشن تصير، شلون يحدد هذا الشيء؟ عن طريق انه تجي ايضا بروتينات ترتبط به وتشتغل. اي ميوتيشن بهذا الريجن راح يؤدي راح يقلل الفريكونسي مال الترانسكريبشن، هم انا راح يبطل الترانسكريبشن. فهيك نكون احنا خلصنا المعلومات الأساسية والملاحظات الأساسية اللي نحتاج نعرفها حتى نبدأ بعملية بخطوات الترانسكريبشن. شلون تصير عملية الترانسكريبشن؟ عملية الترانسكريبشن تتكون من 3 phases. أول واحدة الانيشيشن phase اللي قبل شوية حكيناها. أنا عندي قلنا هذا شريط الدي إن إيه بي شنو البروموتر ريجن. البروموتر ريجن بشيء إحنا نصيح له شنو هاي بالتاتا بوكس او الكات بوكس او الجي سي بوكس. هذين يمثلن سايت بايندينج سايت لشنو؟ لشيء اني اصيح له ترانسكريبشن فاكتور. هذا الترانسكريبشن فاكتور يساعد لي الار ان اي بوليمريز، ايش صاير هنا؟ لا، يساعد لي الار ان اي بوليمريز على انه يجي يرتبط بالدي ان اي ويبدا يشتغل. هي هاي الفيز مال الانيشيشن. نجي للفيز الثانية، هي عملية الإلونجيشن. خليني نجي نشوف شلون تصير. نجي خلينا نقول احنا عندنا هذا الدي ان اي. اذا تذكرون محاضرة الدي ان اي ريبليكيشن كنا بالبداية نحتاج قبل ما يبدي البوليمريز يبدي شغل كنا نحتاج انزيمات معينة. اولا الدي ان اي كان ملفوف نحتاج نوخر اللفة مالته، وكان عندي انزيمات نحتاجها حتى توخر الهيليكيز كان على مود يفصل لي الاستراندات عن بعضها. كنا نحتاج انزيم البرايميز يحط لي برايمر مال ار ان اي حتى بعدين يجي الدي ان اي بوليمريز يبدي يشتغل عليها. بهذا بالار ان اي بوليمريز ما نحتاج شيء. الار ان اي بوليمريز هو راح يسوي لي الشغل كله، ثاني الشغلات كلها هو يسويها بنفسه، واحد معدل ومضبوط. خلينا نجي نشوف. انا عندي هسه ستراندين بالدي ان اي، يا هو اب دي بي يا هو اللي انا راح ابني عليه. اول ستراند اللي هو يكون 3 برايم الى 5 برايم اللي راح اصيح له اني تمبلت ستراند او انتي سنس ستراند. عندي ستراند الثاني اللي يكون 5 برايم الى 3 برايم راح اصيح له الكودينج ستراند او السنس ستراند. فخلي انا شلون اعرف يا ستراند راح اشتغل عليه؟ خلي نراجع قوانين الدي ان اي. اولا من قوانين الدي ان اي، من اني ارجع اريد اسوي ستراندات واحد مقابل الثاني راح يكون انتي بارل، يعني واحد عكس اتجاه الثاني. يعني اذا واحد عنديها من 3 الى من 3 برايم الى 5 برايم، الثاني راح يكون من 5 برايم الى 3 برايم. ثانيا القانون الثاني، الار ان اي دائما يكون 5 برايم الى 3 برايم بالاتجاه مالته. اذا شلون انا اقدر اجي اشتغل على هذه القاعده؟ خلي نجي مثلا للكودينج ستراند، هو 5 برايم الى 3 برايم. اذا اجي اريد ابني عليه راح الار ان اي ايضا هو 5 برايم الى 3 برايم، فهيك هذه القاعده ما صارت عدله، ما راح اقدر اني انسق وياه لان اختلفت القاعده مال الانتي بارلل. وين عندنا حل ثاني؟ الحل الثاني هو الستراند مال 3 برايم، هو من 3 برايم الى 5 برايم. اجي اني ابني عليه ستراند ثاني، هذا الستراند راح شو يكون؟ يكون 5 برايم الى 3 برايم. اذا شنو اتطبقت عندي القاعده الاولى اللي هي شنو؟ الدي ان الاشرطه المتقابله راح يكونن مال راح يكونن انتي بارلل. القاعدة الثانية الدي ان اي في الار ان اي يكون من 5 برايم الى 3 برايم، وهذا هو اللي تحقق عندي. الار ان اي عندي من 3 برايم من 5 برايم الى 3 برايم. خليني نجي
فاجي خلينا نقول انا عندي الار ان اي بوليماريز تايب 2 هنا، أنا من راح يجي يرتبط ايش راح يسوي لي؟ راح الشريط اللي هو 3 برايم الى 5 برايم راح يقرا، يعني شلون راح هو راح يقرا بالاتجاه مالتي اللي هو 3 برايم الى 5 برايم، بس من يجي يريد يبني لي بالشريط مال البري ام ار ان اي شلون راح يبني الشريط؟ هو 5 برايم الى 3 برايم، فهو راح يبني هو بهذا الاتجاه. يعني مثلا انا عندي هنا اي بحسب قاعده الكومبلمنتري بيس بيرنج الاي شنو تقابله؟ تقابله تي، بس هنا صار عندي خطا لان الام ار ان الار ان اي ما يكون بي ورا ما يكون بي ثايمين ما بي تي، منو اللي يعوضه؟ يعوضه اليو اللي هو اليوراسل. يجي البوليماريز يشوف اكو هنا جي شي يحط قدامه يحط سي، يشوف هنا اكو تي يحط اي، يشوف سي يحط جي، وهكذا الى ان يكمل الستراند مالته. فهيك اني اكون جاي اسوي عمليه الايلونجيشن، جاي ابني الشريط عشان جاي ابني الستراند مال البري ام ار ان اي بالاتجاه بالاتجاه الاصلي مالته اللي هو 5 برايم الى 3 برايم. يعطينا هنا ملاحظة يقول لك الـ RNA بوليماريز يبني نيوكليوتيدات بسرعة 30 إلى 40 نيوكليوتيدة بير سكون، يحط 30 إلى 40 نيوكليوتيدة بالثانية. الـ pre-mRNA يقول لك exact the same sequence as the 5 prime إلى 3 prime sense strand مع الـ DNA. شنو قصده؟ لما نجي احنا لهنا نقارن الامر اللي احنا سويناه اللي هو يكون 5 برايم الى 3 برايم بالشريط مال الدي ان اي اللي هو ايضا يكون 5 برايم الى 3 برايم، يعني راح يطلع متطابق. اليو مقابلها تي اللي هي كنا متطابقات، السي هنا مقابلها سي هنا، الاي هنا مقابلها اي هنا، جي هنا جي هنا. فهو الار ان اللي انا سويته راح يشبه الكودينج ستراند، يشبه السنس ستراند مال الدي ان اي الاصلي، فيما عدا أنه الثايمين تتحول إلى يوراسل. ورا ما كملنا عملية الإلونجيشن رح نجي لآخر فيز اللي هي فيز التيرمينيشن، إنها عملية الترانسكريبشن خلصت. شلون راح أنهيها أني؟ خلينا نجي نشوف هنا. خلينا نقول إحنا عندنا هذا التيمبلت ستراند اللي جاي أبني عليه البري أم آر إن إيه، وهذا البوليماريز جاي يشتغل. اثناء الشغل مالته راح يبدي راح يوصل لسيكونس، راح يبني لي سيكونس اسميها البولي ادينيليشن سيكونس اللي هي تكون اي اي تي اي اي اي. من يسوي ترانسكريبشن لهاي السيكونس راح تتفعل لي انزيمات معينه راح تجي تسوي لي كليفنج للام ار ان اي اللي هنا للبري ام ار ان اي، وتوخر الدور البوليماريز يكمل هناك ويوقع ما له علاقه بي. هي بهالطريقة هاي أنا كملت، يعني سويت ترمينيشن نهاية عملية ترانسكريبشن قلنا عن طريق الإنزيمات اللي سويت كليو للبري أم آر إن إيه. وراها مراحل أم آر إن إيه مراحل بوليماريز هذا الدي إن إيه ستاند راح يرجع ترتبط الأشرطة مالته ويرجع يسوي لي الشكل الملفلف مالته. هنا قايل لك ملاحظة أي طفرة تصير بالبولي أدينيليشن سيجنال اللي قلنا عليها راح شو تسوي؟ راح reduce the amount of mRNA، تقلل لي كمية الـ mRNA اللي أنا أقدر أسويها. شيء طبيعي لأن أنا ما أعرف وين راح أنتهي. إذا الريجن هذا تأخر شوية لهنا بعد هذا خلينا نقول ينقص لهنا فجأة صار قصير. يجي مرحلة الـ post transcriptional processing. أنا هسه عندي الـ mRNA الـ pre-mRNA هذا كمل وطلعته من الـ DNA، أجي أحط عليه اللمسات الأخيرة أحوله إلى mature RNA أو mature mRNA، mRNA كامل أقدر أستخدمه. شلون؟ عندي أول مرحلة أسميها الـ capping اللي هي تكون اللي تبدأ مباشرة ورا عملية ورا ما أبدي الـ RNA synthesis. ايش اسوي بيها؟ انا مو ازمه هذا الار ان اي اسوي هنا اضيف له بالجهه ال5 برايم اند اضيف له شيء اسميه ايكاب اللي هو يكون ميثليتد جوانوسين، ايجوانوسين معدل اضيف له احنا مثل هنا اضيفها له وهي اللي راح تمثل لي الليدر سيكونس اللي تكون بالبدايه بجهه ال5 برايم. شنو فائده الكابينج؟ اولا بروتكت ات فروم ديجريديشن by exon by 5 prime exon nuclease. تذكرون من احنا قلنا الاكزون نيوكليز ممكن يجي اما عن طريق جهه ال5 برايم او ال3 برايم.
فالفايف برايم اكزونيوكليز اذا اجى هنا وقص لي جزء من الام ار ان اللي انا احتاجه اللي يفيد لي بالبروتينات، هيك راح تعتبر حاله ميوتيشن، راح تطلع لي اب نورمال بروتين، بروتين مخربط ما يشتغل عدل. فهاي شنو فائده الكاب؟ تصير شلون نسميها الدرع، حتى اذا اجى الاكزونيوكليز واخذ من عندها شويه انا ما احتاجها، يعني هي محطوطه على مود تحميه، حتى الدي ان اي عفوا الام ار ان اي الاصلي ما يتاثر، يبقى سليم. الفائده الثانيه يقول لك increase the efficiency of translation، عملية الترانزليشن مالي الأمارين راح يزيد الفاعلية مالتها وحتى تساعدني بالإنشيشن مالت الترانزليشن بصورة عامة. نجي للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية أنا أسميها التيلينج، هي addition of 3 prime poly A tail. شلون راح تصير؟ أنا عدي هنا إنزيم أصيح لها البولي A polymerase، شو راح يسوي لي؟ راح يلزم لي جهة 3 prime end، راح يضيف لها أدينين، هواي أدينين بولي اي سيمه متعددة الاي، يعني شقد يجوز فد 200 اي وحدة بصف الثانية يجي يوصل حتى 200 300 مو مشكلة، هذا راح يمثل لي الذيل مالتها، فهذا اسميه تيلينج. شنو فائدة هاي التيلينج؟ اول شيء نفس ما قلنا بالكابينج راح تحمي لي الام ار ان النهائي مالتي انه بين ال 3 برايم اكزونيوكليز، خاف يجي لي اكزونيوكليز يريد يكسر لي بالام ار ان اي، الضربه كلها راح توقع بهذا التيل، الام ار ان اي الاصلي راح يبقى سليم ما يتاثر. والوظيفه الثانيه اله يقول لك هيلب ذا ام ار ان اي اكسبورت، شلون؟ هسه اقول لكم احنا عندنا هسه هاي العمليه كلها صارت بداخل النواة، النواة بها فتحات تسميه النيوكليار بورز، عملية الترانزليشن وبناء البروتينات تصير وين؟ بالسيتوبلازم بالريبوسوم هنا، فش أسوي أنا أحتاج أطلع الـ RNA النهائي ماتي أوديه لوين؟ للسيتوبلازم. شون؟ أكو شيء أسميه Poly A Binding Protein، بروتين راح يشوف البولي تيل مالته، التيل اللي بيه هواي ادينين هذا راح يلزمه ويدلي يقول له يلزم ايه، شلون يلزم ايده ويقول تعال اطلع منا روح منا، ويقدر هو يدلي على الباب يطلع من النيوكليوس على مود شنو يقدر يروح للسيتوبلازم للريبوسومات ويقدر يبني عمليه الترانزليشن ويبني بروتين طبيعي. عندي انا اخر مرحله من عمليه البوست ترانسكريبشنال بروسيس اللي هي السبلايسنج. شنو هي السبلايسنج؟ هي انه الانترونات اللي انا ما احتاجهن اوخرهن، حتى شنو اسوي شريط مال ار ان اي كله اكزونات. ليش؟ احنا قلنا الانترونات ما تحتوي شو يسمونه ما تحتوي كودز، ما تحتوي شفرات البروتينات او امينو اسيدز، فانا ما احتاجها بعمليه ترانزليشن، فايش اسوي؟ راح يجيني كومبلكس اصيح للسبلايسيوسوم، فاقعد شو اسوي؟ انا اقص قص هنا واوخر، اقص هذا منه واوخر، اقص واوخر حتى الحم الاكزونات واحد بالثاني. ليش؟ لان انا بس الاكزون احتاجه، لان بس الاكزون يحتوي على الشفره مال الامينو اسيدز والبروتينز. يقول لك بالسبلايسنج يقول لك انترونز ار ريموفد او سبلايسد اند اكزونز ار جويند توجذر تو فورم ذا ميتشور ام ار ان اي. ورا ما وخرت الانترونات ولحمت الاكزونات واحدين صار عندي الميشور ام ار ان اي النهائي اللي اقدر اسوي له ترانزليشن طبيعي اللي يحتوي لي على الشفره اللي اريدها. هذا الشيء شنو اسميه؟ هذا الشيء اللي هو عباره عن الشريط اللي ورا ما لحمت الاكزونات واحد بالثاني اسميه اني اوبن ريدنج فريم، اللي هو يعتبر التشفير مال الامينو اسيد سيكونس، ترتيب الامينو اسيد. نكون خلصنا خطوات الترانسكريبشن، خلينا نرجع نعيد خطوات على السريع حتى خاف صارت او سنربط معلومات ببعضها. اول شيء شنو قلنا؟ قلنا اول فيز عندنا عمليه الانيشيشن، نبدا عمليه مرحله البدايه المرحله التمهيديه. شلون؟ قلنا انا عندي هذا البروموتر ريجن، يجي يرتبط الار ان اي بوليمريز يرتبط بالبروموتر ريجن عن طريق الترانسكريبشن فاكتور. وراها راح ابدي عمليه الايلونجيشن، انه انا اجي على التمبلت ستراند اللي هو يكون 3 برايم الى 5 برايم، يجي يلزم الـ RNA بوليمريز ويبني بالاتجاه مات، وطبعا راح يسوي له قراءة هو يقرأ الشريط اللي هو 3 برايم إلى 5 برايم، يقرأ طبعا هو بالاتجاه مات اللي هو يقرأ 3 برايم إلى 5 برايم، وش راح يسوي؟ راح يبني الشريط مال الـ RNA بالاتجاه الطبيعي مات اللي هو 5 برايم إلى 3 برايم. دور راح يبدي يضيف البيزز مالته، واثناء ما يمشي راح يضيف البيزز حسب الكومبلمنتري بيز بيرنج اللي هي الاي تقابلها تي، بس ما عندي تي قلنا راح نحط اليو بداله الجي سي وهكذا. ورا ما كملنا بناء الشريط شو نسوي؟ ننتقل الى
عملية التيرمينيشن. التيرمينيشن قلنا انه بعد خلصنا بناء نريد ننهي، شو نسوي؟ راح اثناء ما هذا البوليميريز جاي يبني راح يسوي ترانسكريبشن لشيء نسميه البولي انيليشن سيجنال اللي هي تكون AATAAA. ما يسوي لها ترانسكريبشن راح تتفعل عندي انزيمات معينه راح تيجي تسوي لي كليفنج للبري ام ار ان اي هذا وتطلعه برا، وقلنا ان هذا بعد راح يمشي ويوقع. ورا ما انفصلن هذه الشغلات عن بعضهن قلنا الـ DNA راح يرجع الوضع الطبيعي. ورا ما طلعنا احنا الـ mRNA راح قلنا نسوي الشيء اللي قلنا راح نسميه احنا بري mRNA، يعني mRNA الا شويه راح نضيف له لمسات اضافيه حتى نقدر نسميه mRNA ميجر، mRNA كامل. شنو هاي؟ قلنا الكابينج راح نضيف، راح نلزم الفايف برايم اند مال البري ام ار ان اي نضيف لها ميثليتد جوانوسين، جوانوسين معدل نضيف لها مثل، فراح نضيفها لهذا الاتجاه. شنو وظيفتها؟ قلنا اولا تحميلي الام ار ان اي من الاكزونيوكليزز انه يبقى سليم تكون مثل الدرع البشري. الوظيفه الثانيه لها قلنا انه انكريز ذا افشنسي اوف ترانسليشن مال الام ار ان اي. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية اللي هي التيلينج أو البولي أدنليشن، راح شو نسوي؟ نفس المسألة راح نلزم 3 برايم إند مال الام ار ان اي مال البري ام ار ان اي وراح يجيني انزيم اسميه بولي اي بوليمريز. شو يسوي؟ راح يلزم يحط لي فد 200 300 اي وحده ورا الثانيه وحده ورا الثانيه نسميها احنا بولي اي. ها شنو وظيفتها؟ قلنا اولا هم راح تحمي لي من الاكزونيوكليز انه ما ياثر على الكودونات مالتي على السيكونس مالتي مال الام ار ان اي، وايضا راح يرتبط بشيء اصيح لاني بولي اي بايندينج بروتين راح يلزمه يطلع عن طريق البوري اللي على المخرج اللي على الباب ويقول توكل الله وياك. بعدين هناك هو راح يشوف الام ار ان اي راح يمشي ويشوف شغله ويا الرايبوسومز. المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة اللي هي السبلايسنج اللي هي أنا أجي ألزم الانترونات أجي أقصقصهن على مود شنو أوخرهن لأن ما يشفرن للأمينو أسيد، فمن وخرتهن أنا راح أجي ألحم الإكزونات واحدين وأسوي شيء أسميه الأوبن ريدنج فريم، فهيك أنا أكون خلصت وسويت الام ار ان اي الكامل الطبيعي. فهسه خلي اجي اشوف 3D انيميشن يربط لي ويلخص لي اللي اخذناه كله حتى تثبت المعلومه بعد اكثر. فخلينا نجي نشوف. قلنا احنا الشفرة الوراثية مالتنا مخزونة بالدي ان اي على شكل شنو؟ على شكل جينات. هاي الجينات راح تحمل الشفرة الوراثية والسيكونس مال نيوكليوتيدات اللي تصنع لي بيها بروتين. الجينات قلنا تتكون من بروموتر وتيرمينيتر ريجن، واحد يبدي والثاني ينهي عملية الترانسكريبشن. المعلومات اللي موجودة داخل الجين قلنا راح نستخدمها حتى اسوي بروتين معين انا احتاجه، هذا الجين متخصص بهذا البروتين. ال DNA قلنا هو موجود على شكل دبل هيليكس وشريطين واحد ملفوف على الثاني، فأنا من أريد أسوي ترانسكريبشن راح أحتاج شنو؟ ال RNA polymerase type 2 بالتحديد، وعندي ثلاث stages initiation stage elongation stage termination stage. ال initiation stage قلنا تبدي لما ال promote ال RNA polymerase يرتبط بال promoter region بميكانيزم معينة. قلنا انه هو بعد راح يبدا يسوي انوايندنج للدي ان اي ويكسر الهيدروجين بونز اللي بين الشريطين ويفصلهم عن بعضهم. من هنا تبدا مرحله الالونجيشن اللي هي بعد راح يبدا يبني البري ام ار ان اي، يجي يصفط النيوكليوتيدات بهالطريقه هاي الى ان يوصل للتيرمينيشن ريجن او التيرمينيتور ريجن. هنا وين راح يوصل؟ راح يوصل للي قلنا عليها بولي ادنيليشن سيجنال اللي هي عباره عن AATAAA. من هنا بعد راح هذا الحكي يتفك الشغل كله ذاك يتفكك وتتحرر لي قطعه البري ام ار ان اي اللي انا سويتها. هاي القطعه قلنا تتكون من شنو؟ اول شيء قلنا الاكزونات اللي بيهن الكود مال الامينو اسيد اللي احتاجه، والانترونات اللي قلنا هي ما تشفر لي الامينو اسيد. فعندي انا الموديليشن الموديليشن راح اسويها التعديلات راح اسويها اني قلنا راح اضيف اني الفايف برايم كاب والبولي اي تيل المثليتي جوانوسين والبولي اي تيل دول راح يجيني قلنا عليه السبلايسيوسوم الكومبلكس هذا راح يقص لي الانترونات ويخرهم من الدي ان اي ويلحم لي الاكزونات عفوا الار ان اي ويلحم لي الاكزونات واحد بالثاني. هيك راح يصير عندي شيء انا اسميه قلنا الاوبن ريدنج فريم. هسه هذا صار عندي ار ان ام ار ان اي كامل جاهز للترانزليشن راح يطلع برا الخليه ويروح يصير له ترانزليشن. فهسه خلينا نرجع على الموضوع اللي اجلنا اللي هو مال الريترو فايروسز. وين 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 وين
الريترو فيروس شنو؟ خلنا نجي نرسم. الريترو فيروس هو عبارة عن فيروسات الجينوم مالتها يكون عبارة عن RNA. مثال عليه شنو؟ ال HIV، وعندنا همنيا هو واحد كلكم تعرفوه، الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس. شنو الميكانيكية مال هذا الفيروس؟ خلينا نجي نشوف. خلينا نقول أنا عندي هنا هاي خلية بداخل، خل نسويها أكبر. خلينا نقول أنا عندي هنا هاي خلية بداخل الخلية، عندي أنا نواة بداخل النواة، أنا عندي هذا DNA. الفيروس هذا راح يجي يسوي العدوى شلون؟ راح يجي هو هنا، راح يجي يحاول يلتحم ويا السيتوبلازم. هاي مو صارت عندي فتحة هنا، الإنزيم شنو اكو بداخله؟ اكو الجينوم مالته وعندي بروتينات وياه، فهو راح يحررها، راح يصير عندي هنا جينوم وبروتينات. الفيروس من طبل الخلية شو يريد يسوي؟ يريد يتكاثر، يريد يصنع هواي نسخ من نفسه برا. شلون راح يسوي هذا الشيء؟ هو ما عنده القابلية على الانسخ. فشو يسوي؟ راح يجي يحاول يطب داخل النواة، الدور يمتزج ويلتحم ويل دي ان اي مال هاي النواة، حتى هو يصير العقل المدبر مال هاي الخلية. شو يسوي؟ الدور يقوم ينطي اعازات مال ترانسكريبشن، يقول له سوي لي جينوم ار ان اي مال هذا الفيروس، مال الريترو فيروس. يروح للرايبوسومات، هنا يجيهم امر اداري، يابا سوي لي كذا ار ان اي بهالطريقه الفلانيه. هو طبعا يكون الار ان اي مال الريترو فيروس، فهو الـ RNA الرايبوسوم إجا الأمر يبعد يشتغل يصنع RNA وبروتينات معينة، سوى لفيروسات كاملة تطلع وتنتشر. بس هنا راح تواجه بعض المشاكل، منها أن الجينوم مال الخلية عبارة عن DNA، بينما الجينوم مالته مال هو الفيروس عبارة عن RNA، فهذا شلون راح يقدر يلحمهن؟ فهنا يجي يستعين بمساعدة أحد البروتينات اللي قلنا عليها نزلين وياه، هو بروتين أنا أسميه الريفيرس ترانسكريبتيز. هذا شي يسوي؟ هذا راح يلزم لي، خلينا نقول ان هذا هو الجينوم مال الريترو فيروس، راح يلزمه يبني بالمقابل مال ستراند مال دي ان اي، هذا مو ار ان اي، مقابل يبني ستراند دي ان اي. اوكي، الدور شو يسوي؟ مو بين ستراند دي ان اي، يجي احنا الدي ان اي الاصلي يكون دبل ستراند، فهذا شو يسوي؟ يكمل الستراند هذا بستراند ثاني، يبني مقابل حسب كومبلمنتري بيس بير مالته. فهيجي شنو؟ تحول الجينوم مال الفيروس من RNA إلى DNA. فهيجي ايش راح يسوي؟ راح يجي يدخل للنيوكليوس هيجي لهنا، ويجي يلتحم ويا هذا الجينوم مالته بهالطريقة هاي. فهيجي يسيطر على العقل مال الخلية، على نواة الخلية، على DNA مال الخلية. شو يسوي الدور؟ يقوم ينشر إعازات يا بس للرايبوسومات اللي مطشرة هنا، يا بقعد سوي لي بروتينات، سوي لي RNA، سوي لي RNA مال، يعني RNA مال فيروس، سوي لي فيروس. الرايبوسوم راح يقعد يبني فيروسات، فهيجي راح تنصنع لي فيروسات إضافية تطلع وتنتشر تسوي لي انفكشن لباقي الخلايا. أوكي أوكي، طبعا راح احط لكم فيديو عن توضيح لهي العمليه بالتفصيل، فخلينا نشوف. Retroviruses are RNA viruses that infect animal cells and sometimes transform them into cancer cells. Infection begins when viral envelope proteins bind to receptors on the cell surface. The viral membrane fuses with the cell membrane and liberates the RNA genome and associated proteins into the cytoplasm. One of the viral proteins is a DNA polymerase called reverse transcriptase. It copies the RNA genome into a single-stranded and then a double-stranded DNA. The viral DNA is transported into the nucleus and inserts into the host cell DNA. The integrated proviral DNA directs the synthesis of RNA copies of the viral genome. These RNAs serve as genomic RNAs for the next generation of viruses and as mRNAs in the synthesis of viral proteins. The Pol gene, not shown here, encodes the reverse transcriptase and integrase proteins. The gag protein packages the genomic RNA and Pol proteins in a viral shell called a nucleocapsid. Meanwhile, the envelope protein is synthesized in the ER from a spliced viral RNA transcript. After processing in the Golgi, the envelope protein and the host cell membrane combine with the virus particle and bud from the cell surface to liberate new infectious viruses. وهنا إن شاء الله تكون خلصت محاضرتنا، أتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها. أي سؤال أي استفسار عندكم تقدرون تجون تسألونه بالبوت أو بجروب التليجرام، وبالتوفيق.